أهمية مصور السيارات في الموندو هذا متاع السيارات في الأوتوموبيل، اسكو عنده دور كبير برشا وإلا لا في تسويق الصورة المزيانة والجميلة للسيارة؟ دونك باش ندخلوا بشوية بشوية للعالم هذا، باش نحكيو زاد على رالي باش يصير في تبرقة، رالي تاني، دونك باش نحكيو على الرالي هذا للدراجات النارية الجديد اللي فيه الكونسيبت نتاعو كامل. لكن قبل هذايا دونك رحبوا في راس الرحالي اللي هو مصور مختص في تصوير السيارات. مرحبا فراس. عسلامة سي أسامة. شو أحوالك لاباس؟ الاستضافة بحذاك. يعيشك. شكرا أنت لي. شكرا لك أنت زاد لقبول الدعوة. خلينا نبدأ معك فراس الموضوع. نبدأ بشوية بشوية ندخلوا لعالم التصوير. خلينا نتعرفوا عليك فراس الرحالي. منين بدأ الغرام هذا؟ أنا دوريجي من جبس. مش هذا من الاول. مرحبا. عرفتك بالرسمي من انا صغير مغروم بالكراب، معناتها غرام خذته مع عند بابا وهي ماشيه قبل التصوير قبل كل شيء. دوكو عندي كاتوش نتاع نحب الكهرباء، نحب الاوتوموبيل من انا صغير. ملي ولا عندي غرام نتاع التصوير هو ديجا معناتها فيلم ميكينغ سبيسياليتي نتاعي اللي هي لي فيديو اكثر من فوتو. ولا عندي الديريكسيون ارتستيك كيفاش نشوف الكهرباء في السبوت، معناتها سرحت فيا برشا غرام نتاعي. دوكو لقيت روحي في قلم فيغش في تونس ونلعب في وحدي غالبا بارابور لي باسيون الاخرين معناتها تاع السبيسياليتي. دونك هو لهنا باش نفهم من كلامك اللي هو غرام وقرايه ومنطقه. اي غرام وخدمه ديريكت، معناتها عندي اجونس ديجا في البرودكسيون ديجيتال سبيسياليزي في الكراب بلوز او موان معناها. واضح. شنو لازم يكون عند المصور المحترف بالنسبه لل في الـ في الـ في الدومين نتاع الاوتوموبيل؟ هي الفيزيون من الاول تبدا كما قلت لك بالغرام بالكره باش تحب لي تعمل فيه قبل ما تخدمه. حتى كان انت باش تحب لي تعمل فيه راك باش تعطي البلوس على الاخر، مش كما معلاش انت سبيسياليتي معلاش لي بورتري ولا حاجات اخرى في التصوير تجي تصور كهرباء باغالي. معناتها لازم عندك الدون اللي تحب الكهرباء تحب الاوتوموبيل باش تبدا عندك الشاغ معناتها حتى وانت تصور عامل جو معناتها اون ديري با تخدم غيرمون انت ماشي تتفرهد غيرمون. ويا لي يا لي بلون اللي برسمي لازم تبدا عندك كونيسونس في الحكايات هذوما باش تلقى الكادر الصحيح في اللي تاخذ منها الكهرباء دي. واضح. لهنا وقت اللي نحكيو على العالم تاع الاوتوموبيل شنو سبيسيال اللي فيه بالمقارنه معناتها بدا لي دومين الاخرين ولا بحاجات اخرين تصورهم؟ هو الحقيقه الكهرباء اوني داكور كو برودوي معناتها، معناتها البوزوان نتاع الشوتينغ ولا السبوت اي بريزونطاسيون الحاجه جديده يا فونت، معناتها هذه كل مربوطه بالكوميرسياليزاسيون تاع البرودوي. اما الحاجه الباهيه اللي تحس اللي برودوي يستحقوا العباد الكل من الفئات معناتها العاديه للاغنيه، معناتها الناس الكل عندها بوزون تاع الكهرباء. سي سا معناتها الماركة تتبدل من مارك معناتها ديدي الحكايه هذا مارك ديدي العباد الاخرين معناتها كهو دوكو حتى السبوت نتاعها يتبدل مش كيما تصور مارك هكا كيما تصور مارك معناتها لوكس شوي. عندك فاريتي كبيره في الشون فيزويل نتاعك معناتها انت وين تحط البرودوي نتاعك. وهذا الاصعب نتصور. وي. معناتها فيه روشيرش فيه خدمه معناتها. وسيرتو كي تبدا انت سيبليت مارك لوكس بعدك تجيك بروبوزيشن عند مارك اخر معناتها تبدا في فاي فيان ما بيناتهم عرفت، ولا انت معناتها تعطي في بريستاسيون نتاعك صحيح افيك باسيون صحيح افيك كل شيء، مي غالبون ديما تلقى ديفيكولتي ما بين الزوز عرفت. اي باش نعطيك راي ونحب رايك فيه. فما اللي يقولوا اللي اكثر المبيعات نتاع السيارات والناس تقتنع بالسياره هذه ابار تكنيك وابار شنو هي وابار الكونسوماسيون نتاعها وابار البري نتاعها اللي هي الصوره. الى اي مدى هذه صحيح؟ المدى هذه صحيح لي موديل جدد اللي يخرجوا، معناتها اوني داكور اي حاجه تخرج يصير لها سبوت بوبليسيتير يصير لها الماركتينغ نتاعها تو اجوس كازيد على اللونسمون. هذا كان العبد ماهوش مربوط بالحكايه هذه، راهو الشركات ما يخموش في الماركتينغ ولا في الكوميرسياليزاسيون تاع البرودوي نتاعها، حتى يهبط برودوي يحطه اون ليني ولا سلام عرفت، لازم اللونسمون لازم التصوير هذاك يصير باش تحط اون فالور. وهذا عنده انفلونس كبير على الفونت اوني داكور، حتى الكوتي استيتيك عبد كي يشوف كهرباء من الاول هكا في سبوت هذه هي اللي نحبها هذه ترى شنو هي تشبه الكهرباء نحبها برشا، مي غير عنده انفلونس في الفونت عرفت. حتى بيرسونالمون جو دي كا مثلا الكهرباء كي يشوفها في الشارع حاجه وفي التصاور حاجه اخرى، اما خاطرها فوتوجينيك مثلا تعطي في التصاور معناتها يد يد كون كي تاخذها منها تظهر اجريسيف اكثر، معناتها ساعات يغلطوا صغير اوني داكور الغلب هذيك سر الخدمه عرفت، مي غالبا عنده انفلونس تحب ولا تكره. يا ما الكهرباء كي تشوفها اول مره مش كيما معناتها من بعد تستانس بها في الكياس.
العين تستفز. هو صحيح، اما تعرف العباد المغرمغ الماء معناتها يحسها الكهرباء بخصوص الماء. انا كهربتي اخترت كهربتي خاطر يونيك معناتها حتى حد كل يوم كي نشوفها كان اول مره نشوف فيها معناتها فهمت معناتها سي سا الباسيون. علاش قلت لك لو بلوس امبورتون سي دافوار باسيون في الحاجه تخمم فيها. ديكو حتى تصور معناتها ريالمون كي تشوفها انت في التصويره، انا لي سبوت معناتها برشا نصور ساعات فرد بقعه نصور دو سبوت ولا ترو سبوت تاع ترو مارك ديفيرون، اما كل واحد معناتها حقه معناتها ما يشبوش بعضهم جمله. هذاك هو لو بلوس امبورتون معناتها كيفاش انت تنجم توافق بيناتهم الكل. معناتها اليوم الكهرباء كي ينظر لها في راس الرحالي مش كما ينظروا لها العباد. نتصور لهنا اللي تنجم تلقى الاختلاف بين أيه. بين العين اللي صور بها فراس الرحالي والعين اللي يشوف بها الكليون ولا يشوف بها اي انسان مغروم بالكراب. هو صحيح، والحقيقه معناتها مع زملائي زاد فما برشا مصورين سبيسياليزي في الكراهب نحترمهم برشا وصحابي الكل دو جوسكا زيد معناتها نحبهم برشا ويعرفوني بيرسونالمون اللي بالرسمي معناتها كل واحد عنده ليدونتيتي نتاعو معناتها ميزا بار اللي اوني شوي مي كل واحد عنده هكا توش نتاعو في التصوير ونوجه لهم تحيه الكل معناتها كي يشوفوا التصوير يقول هذه نتاع فراس هذه اللي ما تصير لي هذا فما توش حتى في البرود اللي نسمى لي تالوناج ولا حتى في بون خاطر قلت لك سبيسياليزي اكثر فيديو دونك عندي لي ترانزيسيون هكا ليفي سينيماتيك ديريكسيون ارتستيك نتاعي ديما فما توش نتاعي عرفت هذيك اللي تخلي فيديو هذيك كي تشوفها ملون تقول تاع فيراس وكما قلت لك مع احتراماتي لصحابي الكل في الدومين اللي كل واحد عنده توش نتاعو عرفت تبارك الله وهذا يخلي الاختلاف ما بين فوتوغراف وفوتوغراف اكزاكتومون هذا هو البلوز امبورتون يعني بالاسمي اعمل حاجه تحبها لو تي فاكسلي تحب ولا تكره خلينا ندخل شويه الموند نتاع الكراب كيفاش تحضر معناتها اليوم مثلا يقولوا ابريتو يقول لك انت تصور في كهرباء لكن اكيد معناتها قبل هذاك فوالا فما بلانينغ وهي تقعد تعمل ميتينغ مع الكليون بيتو معناتها شنو هو البوزون تاع اسكو فونت اسكو بريزونتاسيون البرودوي جديد معناتها تصليها سور مارشي ولا حاجه اما يبقى هذا الكل نفس الديمارش سولون بيزون تاع الكليون. فما البلانينغ اللي هو نعملوا ريبيراج على البقايا باش نصوروا فيهم نختاروا الموديل اكزاكت على الكهرباء بالكولور بكل شيء من الوقت وقت باش نصوروا مش كيما في وسط النهار كيما اخر النهار لي بلان لي فيغوران كنسحقوا لي فيغوران هذا الكل يدخل في الكابسول تاع 15 سكوند هذاك ولا كل 20 ثانيه تشوفهم انت راه شهر خدمه ساعات وكان مش اكثر كهو دوكو معناتها عندها لابورتونس نتاعها في المارشي معناتها اش خلق كما قلت لك معناتها كل كونسيسيونير ولا مارك تخلي بيدجي معين لحكيت هذوما معناتها في ماركتينغ ولا في الفونت نتاعهم معناتها من الاول وهذا اللي يخلي زاد اليوم فما تنافس حتى في لي سبوت ما بين لي مارك نتاع بيان سور هذا نشوف فيه سور مارشي الحمد لله تونس معناتها تطورت ولات هكا نطار مع ديجيتال معناتها المود نتاع ديجيتال ولا على اون في تونس كوتي كراهب خاطر غيرمون كان اون باس معناتها على خمس سنين تالي ولا ست سنين تالي معناتها اوني داكور كو فما مارشي تالي اكس كريك زيد معناتها عباد تخدم فيه وديجيتال مازال تو كي طلع دونك لقاو كيفاش يعملوا فورمول اللي حكيت هذوما واللي احنا انا بيرسونيلمون فرحان اللي وصلت الحاجه اللي نحبها اللي كل ما نشوف كونسيسيونير مثلا يهبط في لي فيديو ولا تصور كل يجيبهم من برا معناتها حاضرين كغي خاطر هذيك الشرط نتاعهم وني داكوغ مي تو وصلنا اللي احنا الكرياسيون الكرياسيون عمل فيها واحد في تونس معناتها ديك حاجه الباهيه وبرسمي حاجه تفرح على الاخر خاطر حتى البرا ما في بالهمش اللي عندنا بوتونسيال نجم نعملوا حاجه كيفهم هكا في تونس حتى انا بيرسونيلمون جاي دي كا اكسبسيونيل العامين هذوما اللي كنت نحلم بهم غير ما عرفت حتى حاجه تفرح البلاد تفرحني انا بيرسونيلمون معناتها ما كنتش متوقع نوصل حاجه هكا صعيب باش تلقى الاختلاف او صعيب باش تلقى الفكره ما بين افيش وافيش واحده اخرى ما بين سبوت ما بين لهنا الكونسيبسيون ولا الكرياسيون نتاعك كيفاش تعملها بالضبط؟ معناتها فيها ريشيرش فيها تخمين هذه ستوري تيلينغ في ستوري تيلينغ اون فيت اون باس كيما قلت لك بالبزوان تاع الكليون اسكو يحب يحط البرودوي نتاعو في المود نتاع البرودوي مش كيما كهرباء اس يو في كيما كهرباء سبور الاس يو في نحطها في كادر افونتور هكا واحد من الصحراء للغابه وكل شيء كهرباء سبور نحطها في كادر نتاعها معناتها سي كيس جري واحد جوها معناتها اون جينيرال معناتها نحكيو على الادرينالين تاع الكهرباء كل شيء في سبور اكزاكتومون معناتها هذا كل مربوط كيما قلت لك بالبزون تاع الكليون اما ريت الباساج على الكوبي رايتينغ نحكوا على ستوري تيلينغ معناتها عنده توش نتاعو سي اون باس معناتها على حاجه بالرسمي معناتها تحب توشي الكليون ديريكت تحطه في الكونديسيون نتاعو معناتها انا بيرسونيلمون معناتها كي نكتب حاجه ماذا بيا نحط روحي في بقعه السايل يتفرج معناتها
او هذي مسيتو ديريكت عرفتك البلاس ميخاوم عليه هو قبل مخام في روحي ما تانيش نحب. فما اختلاف في التصوير ما بين كراب القدم وكراب جدد القدم نحكي مثلا فينتيج معناتها حاجه فوالا معناتها بالطبيعة خاطر سامونك توجور معناتها التكنولوجي توش معناتها نتاع لادين هذاك جديد وفما لادين القديمه معناتها حتى نرجع لك الباتي برودكسيون معناتها في ليتالوناج والستوري تيلينغ تتبدل معناتها نحاولوا حاجه كالم اكثر حاجه تمشي مع التيم نتاع فينتيج ديجا جاي او دي كا معناتها صورت كراب فينتيج في تونس مش نورمال معناتها غير خارج فيلم من عام 80 معناتها تلمون المود والفايب خلقناه بالفيجورون نتاعو باللبسه بكل شيء اللي هذيك هو البرودكسيون معناها غالبا اللي تعيش اللحظه. تعمل رشاش على الكهرباء؟ طبيعة انا قلت لك باسيوني بالكراب قبل ما نبدا باسيوني بالتصوير. شد وقت؟ الحقيقه انا خاطر خديت عليه الهف كما نقول بلغتنا خاطر غرامي دونك شويه على اون تقول لي اي موديل تو معناتها نعطيك شويه استيماسيون على الهيستوريك نتاعو على شنيا هو في المارشي على كل شيء معناها دونك سهله بالنسبه لي الغوشيرش عرفت وديما على عيون حتى لي موديل جدد معناتها نبقى حتى مع كليون نقول له يا تيان فما موديل جديد اسكو تخمم باش تعملوا كل شيء يقول لي هو راه جاي عام الجاي شهرين اخرين نحضر من تو معناتها سي سا معناتها فما الكويرونس كيما قلت لك الحمد لله تو اللي كونسيسيونير فايقين بالحكايه هذيا معناتها قبل معناتها راه اون باس ديريكت تيلي ولا يقعد هما معناتها يجيبوا ماتير من برا لهنا حتى انت معناتها في وقت العمليه اللي قاعد تصور وقاعد تعمل في السبوت نتاعك وغيره تبدا تخمم في الكليون اللي باش يشري مع بعضهم ولا كل واحد وحده؟ اي هذايا اون فيت يدخلوا فيها كيستيون هذايا بالرسمي تعرف خاطر هو الكليون يحب ديما الفونت معناتها اوني داكور كو بالرسمي اهم حاجه في ذي الكل اللي يخرج مبيعات اكثر للبرودوي نتاعو كما قلت لك معناها مربوط 100% بالستوري تيلينغ معناتها لازم تحط العبد في الكونديسيون هذيك انا مثلا جاي ديكا اللي نحب نعمل حاجه مهبوله بالبرودوي هذاك اما نبدا مش هو البزوان تاع الكليون اما انا عارف اللي الكادر كانش نحط الكهرباء هذيك راه باش تخرج حاجه مش نورمال ما عنده حتى تاثير على الفونت نبدا نتلزق نحط الكا هذيك تاع الفونت وكل شيء باش تخرج حاجه استيتيك باهي وتبيع بها ساعات اللي تخمم فيه مش هو اللي يكون لا غالب نبدا مشارك برشا على الكونسيبت اما 100% معناتها من الحاجات اللي نحبهم اللي ساعات نعطي حتى من عندي وخارج الحاجات اللي حاجتي بهم عرفت كسوا دي تكنيك جدد في التصوير ولا دي ستوري تانيك معناتها مهبولين شوي صدي ذلك هو كي نحكيو شوي استوار تبدلت برشا حاجات معناتها في نحكيو على التصوير بالنسبه للكراب اللي بدا في وقت من الاوقات بليزافيش في امريكا في وقت من الاوقات من بعد تبدلت بشوي بشويه جا الراديو جات التيلي بشوي بشويه ولينا نحكيو على انترنت اورديناتور لين وصلنا تو بالديجيتال ولينا نحكيو على الرقمي دونك لهنا معناتها في راس الرحالي معناتها النظره نتاعو للرقمي هذا للديجيتال الحقيقه قاعدين نقدموا برشا الحمد لله هذه حاجه تفرحني انا تفرح هذا تونس معناتها غير اللي عندنا هكا معناتها تاثير كبير في الموضوع تاع الاوتوموبيل في الديجيتال معناتها على نحكي لك على السوشيال ميديا معناتها اون جينيرال انستغرام فيسبوك الحاجات هذوما الكل معناتها فما الانفلونس نتاع توش هذا على الكراب الحقيقه انا بيرسونيلمون معناتها سبيسياليزي في الديجيتال ما وصلتش حتى للبرودكسيون تيلي للتو ان شاء الله قلت ربي معناتها لونتيرم بيسا اما شانجمون راديكال خاطر قبل كيما مربوطين جوست بريفيو بحاجه معناتها كي عمل لك حاجه ماهيش مطابقه معناتها اللي نعيشوا فيه تو عارف فما ليفولوسيون برشا هي كل وقت وقته زاد اكزاكتومون الناس كلها تطورنا معناتها في العالم الكل مش كيما هذاك علاش كل وقت وقته التطور هذايا معناتها انتم بالنسبه اللي تلقاو مختصين معناتها في الاوتوموبيل حتى من ناحيه الكاليتي نتاع التصويره والكاليتي نتاع الخدمه تبدلت زاد مع الوقت مش كيما في راس 2016 كيما تو خاطر وقبل زاد اللي زافيش تلقاهم تاع الكراب كانوا الكهرباء من برا كاهو اي كهرباء تلقاها هكا عندها دو في دو فاس وبحذا سلوغون نتاعها يا لوكو يا بري ولا نعرفش ولا اوف ماكس معناتها غير سي با سي با كيما تو حط لك هذيك اكثر حاجه تنجم تصير ماكس قبل التوب هذيك التوب معناتها بالرسمي فما ليفولوسيون هذا اللي شنا معناتها اللي شنا انترناسيونال مش كان في تونس والحقيقه معناتها كي وصلت معناتها انا بيرسونيلمون معناتها نخدم حاجات ابروفي من حاجه انترناسيونال علاش انترناسيونال حاجه مش نورمال لا جي في دي سبوت في تونس ابروفي سي بون معناتها من مينا معناتها من المير وديجا عملنا معاهم كيما نقولوا احنا كل او دي ورك شوب باش نفهم الشارت نتاعهم وكل شيء معناتها جي باسي حاجه كبيره معناتها ريسامون
وعلى بروشين بالنسبه معناتها فما حاجات كبيره قاعده تحضر ان شاء الله. ان شاء الله. اهم حاجه معناتها الصوره في الكراب شنو هي بالضبط؟ من برا من داخل معناتها شنو موجوده شنو الحاجات اللي تراهم انت معناتها مهمين للتسويق نتاع السياره؟ هي ديما نقول معناتها تو ديبون مي كليون معناتها متيب تاع الكراهب خاطر غير معناتها الديزاين تاع الكراهب امبورتون برشا باش يبدا اون فالور معناتها في التصاور. وعندنا زيد الحاجات الجدد في الكراهب مثلا كان هو عمل معناتها موديل جديد ولا فيس ليفت معناتها نحطوا الفوكس تاعنا كلها على الحاجات الجدد كسوة معناتها التابلو بورد تبدلت راش الكالندر اون افون معناتها تبدل دونك الفوكس كل يتحط على على الكون اللي تبدل جديد دوكو معناتها ديما كيما قلت لك معناتها مش كيما مارك سيبلي العباد هكا معناتها هذيك هي معناتها المارشي تفرق ما بيناتهم كاهو دوكو تبدا رسمي معناتها تحط تركيز كل الحاجات الجدد كيف هو معناتها اون لابيل فيس ليفت معناتها حاجه جديده تبدا في الكرهبة ولا موديل جديد كريمون ديما تركز على الحاجات الجدد في الكرهبة. بديت التصويره تدخل بشويه الكرهبة من داخل قد جينا المون ديما تصور القدم كي نرجعوا سنين التالي ديما من برا الكرهبة كهو خاطر الانتيريور ما كانش معناتها كان ياسر فما كونفور ولا زاده من داخل كان ياسر معناتها سامبل قبل معناتها ماكس عندك راديو كاسيت كهو معناتها كلام تيزور شوف معناتها انت هو الموديل توا باغي حاجه ضيع معناتها غيرمون حتى العبد السوق يتقلق فهمت كرون 15 بوست تلقاه قدامك كوبي ديجيتال الضوء كل شيء معناتها سي با باغي قبل معناتها فهمت دوكو فما ايفوليسيون اللي تخلي معناتها الفيديست ولا المصور اللي يدخل الانتيريور اكثر من الاكستيريور معناتها فما ديكا هكا غيرمون اللي مركز مع كل ديتاي. اصعب الانتيريور التصوير نتاعو اصعب؟ انا بيرسونيلمون راني كل ديتاي في الكربه شي خليل الحقيقه قلت لك معناتها شي خليل مغروم بالحكايه هذوما اللي كل نهار ما فيهاش صعيب وسهل ما فيهاش صعيب وسهل فيها شنو انت باش تخرج من بعد اكزاكتومون معناتها انا في حسن الله معناتها ما عمري كان في كاريري معناتها ما عمري نهار خممت اللي انا نخدم قاعد عمل جو معناتها الحمد لله على الحكايه هذه خاطر برسمي نعرف في حاجه نحبها في سال بلوس معناتها عرفت ما كنتش نهار نحس هذه اصعب من هذه ولا حاجه هكا اسهل ولا فما حاجات تحطهم اون فالور اكثر من حاجات اخرى ودي تكنيك ابغي تو معناتها تحط حاجه قبل الاخرى مثلا انا بيرسونيلمون كي نبدا نصور اذا بين هنا حاجه صعيبه قبل حاجه سهله اللي ناخذ بلون اكستيريور على الشمس وكل شيء خير ما نتقلع كان ندخل الانتيريور هي ماشيه معناتها بديتا ميزا بار اللي فما ديبلوم على فيغورون مثلا كسوا معناتها عباد معروفه خاطر فولي ديجيتال معناتها ديما مربوط بانفلونسور ولا اكتور ولا حاجه ولا امباسادور تاع مارك دوكو معناتها فما كوهيرونس ما بيناتهم هذا الكل وهذا المارشي معناتها اللي حلوا اخر باراليل اللي انا برشا معناتها دي زومباسادور اللي مارك معناتها الحمد لله وهذه اللي تخلي الحاجه الباهي اللي تنجم تصير القدام انه اليوم المارشي هذايا نتاع معناتها التصوير في الاوتوموبيل قاعد يكبر معناتها بشويه معناتها المارشي قاعد يكبر بحكم زاد حتى الريزو سوسيو زاد عاون هذا الكل انا بيرسونيلمون معناتها ريت ربحت لي زابليكاسيون كل شيء انا بيرسونيلمون معناتها انستغرام سي نركزوا عليه سامحني الكلمه هذايا اللي في كل شيء انا ما حبيتش خاطر الباتي برود نعمل كل شيء معناتها برودكسيون في الشركه عندي عباد سبيسياليست معايا كل شيء في كل سيكتور عرفت انا قلت نحب نلقى كراب مركز الكراب طب. حتى انستغرام خلت الكراب اللي هذاك زادني البلوس معناتها معناتها صناعه المحتوى على انستغرام راهو حاجه تو معناتها خدمه ولا كاريما معناتها برشا عبيد اللي تخليك سبيسياليست في المودو نتاعك انا هذا تو تدخل معناتها انستغرام وشي تلقى كله كراه معناتها الحمد لله اللي تعبت عليها زبري مش سهله راهو برسمي معناتها انا بديت من سبوتي كراه معناتها اي كرهبه تعجبني انت نعرف موديل نتاعها تلقى لي باش تصورها في الشارع وكل شيء تو كيفاش وصلت معناتها حاجه اخرى اليوم الكهرباء مستحقة التصويرة ولا التصويرة مستحقة الكهرباء باش تنتشر ولا زوج مستحقين بعضهم هذيا تو ديبون من الكهرباء كان ناخذ اكزومبل حتى مارك انترناسيونال موجودة معناتها رولز رويس معروف السلوغون نتاعها اللي ما حطش البيبليستي نتاعها في التلفزة انا خاطر كليوناتي ماهمش في التلفزة معناتها ديريكت تعطيها لك عرفت فما دي مارك معناتها مستحقين التسويق باش ينشر فما دي مارك لي كونفيرمي اي ما انت والسيبل انكور معناها عرفتك نقول لك انا السيبل نتاعي مش اللي جاب لي التورش في التلفزه اكزاكتومون هذا السلوغون تاع معروف هذا عرفت هيك علاش دوكو معناتها نحس اللي تو ديبون من المارك فما
مارك مستحق التصويره باش تتسوق، فما مارك ما تستحقش التصويره باش تسوق. تخبي تو نكملوا نحكيوا على العالم بشويه بشويه ونحكيوا زاده حتى على لي زيفالمون اللي يصيروا لبرا اليوم، كيفاش مدى تاثيرهم تسويقيا معناتها في الكراف في المبيعات، وفي انه اليوم ولات الصوره مهمه برشا بالنسبه للسكتور اوتوموبيل. راجعين معكم شويه اخر نعطيكم الموعد مع موجز الاخبار، اخبار الاربع ونص، وراجعين معكم حتى للخمسه ما تبعدوش. Thank you.
غسفم الأخبار. مساء الخير ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أطلقت عدة طلبات عروض في مجال الانتقال الطاقي في ولايات مختلفة، وسيتم اليوم توقيع اتفاقية بشأنها، كما تم إطلاق حزمة مشاريع للطاقات المتجددة وفق تصريح كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. هذه خطوة باش تساعدنا للتعريف بوجه تونس للاستثمارات، وحاليا تونس والوزارة المكلفة بالطاقة أطلقت العديد من طلبات العروض، منهم الحزمة الأولى من طلبات العروض بقدرة 500 ميجاوات، يندرج ضمنهم المشروع هذا مشروع القيروان، ولكن فيهم أيضا مشاريع في ولايات أخرى ومناطق أخرى، وهما في ولايات قفصة وتطاوين، وسيتم اليوم توقيع اتفاقية هذه المشاريع، ولكن أيضا مشاريع في ولايات سيدي بوزيد وولاية توزة. إضافة إلى هذه الحزمة الأولى من المشاريع، تم أخيرا إطلاق حزمة جديدة بقدرة 1700 ميجاوات، منها 600 ميجاوات من طاقة الرياح و1100 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وننتظر قبول العروض بالنسبة للدور الأول من هذه الحزمة بتاريخ 30 مايو 2024 إن شاء الله. الإدارة العامة للحرس الوطني تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه تم الاحتفاظ بشخصين من أجل إيواء أجنبي دون وثائق، وأوضحت أنه في إطار عمل أمني مشترك بين مختلف اختصاصات منطقتي الحرس الوطني بطبلبة والمنستير، تمت مداهمة 4 منازل بجهتي البقالطة وبنان، أين تم ضبط 24 شخصا من جنسية إفريقيا جنوب الصحراء مقيمين بطريقة غير قانونية بالبلاد التونسية، وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. كما تم وفق بلاغ ثان للحرس الوطني خلال عمل أمني موجه للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بإقليم الحرس البحري بالوسط والإقليم الجهوي للحرس الوطني بصفاقس، تم إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد هام من المجتازين، وألقي القبض على 15 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء لعمليات الاجتياز وحجز عدد هام من الوسائل والمعدات التي تم استعمالها. محكمة الناحية بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين تسجل اليوم حادثة تمثلت في تعرض محامي للطعن بسكين على مستوى الوجه والرأس من قبل أحد المتقاضين بعد خروجه من قاعة الجلسة، وهي حادثة أثارت استياء المحامين من غياب التأمين بالمرافق القضائية. التفاصيل تحدث عنها الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الأستاذ توفيق اليحيوي. بالنسبة لنا الساعة احنا هذه رغم ما يكونش وصفها الفعل هذه إلا بمحاولة القتل. سيد اللي جايب موس ودخل بها المحكمة فما يظلم ويضرب محامي، ما نجمش كان كل شيء يكون مبين، القاضي هو الحكم ماهوش المحامي، والحكام هذه إذا كان نحن ما نسلموش بها ما عملنا شيء، معناها علاش نعملوا في محاكمات إذا؟ هذا من ناحية، من ناحية أخرى ما هو هذا يهلمنا عينينا على الوضعية اللي نحن فيها، توا بربي هل يعقل في منطقة حدودية كيف فوسانة باش محكمة تكون ما عندهاش تجهيزات بتاع أمن وسلامة، نجموا نعرفوا اللي داخل هذايا شنو اللي عدوا، أو على مستوى المحاكم في تونس العاصمة ونشوفوا فيها موجودة الآلات هذه بتاع السكانير. بالشأن العالمي، أقرت الصين لأول مرة سلامة نوع معدل وراثيا من القمح في الوقت الذي تمضي فيه بكين قدما بحذر في الزراعة لأغراض تجارية لمحاصيل غذائية بعد إدخال تغييرات في خصائصها الوراثية. وكثفت الصين في العام الماضي إصدار موافقات على بذور الذرة وفول الصويا المعدلة وراثيا عالية الإنتاج والمقاومة للأفات لضمان أمنها الغذائي، لكنها لا تزال تستخدم ببطء وحذر بسبب مخاوف من أثرها على الصحة والمنظومة البيئية. نهاية هذه الجولة الإخبارية، أمنتها لكم صفية المحرر، دمتم في أمان الله.
مازال بحثنا في راس الرحالي المختص في التصوير دونك السيارات دونك العالم هذايا عالم التصوير ديما نحكيو تكنيك ديما نحكيو على دونك الكهرباء معناتها من جميع الجوانب لكن زاد ننساو دونك دوركم انتوما كمصورين محترفين معناتها في الدور للتسويق هذا بالنسبه للسياره دونك نسلموا برشا على المتابعين نتاعنا مستمعينا ينجموا زاد يتفرجوا فينا لايف مباشره على الشين يوتيوب نتاعنا دونك الحاجه المهمه زاد بالنسبه زاد للمصور انه يكون زاد عنده كما قلت انت قبل الاخبار انه يفهم البرودوي اللي باش يصور ويفهم زاد نوعيه الكهرباء الهستوريك نتاعها خاطر مش بالسهل اليوم معناتها انسان تعطيه برودوي هو اللي يخرج هذا الفرق ما بين يظل مصور ومصور هذيك هو الغرام ابغيتو معناها كما فصلتك قبيله قبل البريك اون فيت عندنا الغرام الغرام اللي لازم يبدا عبد مغروم ويحب مليان فيه باش نجم يقدم وما تجيش صعيبه معناتها العمليه اللي فيها هو هذه نصيحتي بالرسمي معناها اللي لازمك تحب الحاجه تعمل فيها باش ما تديلكش انت حاجه فيها برشا تعب ورشارش وحتى انت تبدا فيها غير لو انت تخدم فيها عرفت هذا هو لو بلوز امبورتون دونك توا معناتها ديما احنا في البرنامج نتاعنا عندنا لي كونساي معناتها اللي نجموا نقولوهم مثلا معناتها للشباب اللي يسمعوا فينا مبتدئين معناتها يحبوا يدخلوا العالم هذا نتاع السيارات باش تنصحهم في راس هو فما برشا تبارك الله معناتها حتى على انستغرام كل شيء ديما فما كدامونت كيفاش نصوروا هكا كيفاش التكنيك هذايا كيفاش نجم نوصل الكليون باش نصوروا سي بالرسمي حاجه توا عندنا الفولي ديجيتال محلول على الناس الكل معناتها تابي تاع ماستر كلاس اون ليني تقرا تتقدم معناتها حكيت هذوما انا بيرسونيلمون معناتها ما تعلمتهمش من الفاك ولا من القرايه اللي قريتها معناتها هذا غرامي من انا صغير معناتها من نزلت انا في الكوليج وكل شيء راني نقرا في الحكايات هذوما الكل معناتها بديت ابتي بديت وصلت لحاجتي به حتى المغروب غير ما معناتها ماستر كلاس تابي اي حاجه تحبها تنجم توصل تحب عليه معناتها دي تكنيك معينين دي فورماسيون تو كل شيء موجود اون لين كل سوا معناتها سبيسياليزي في الكراهب اللي هو موضوعنا ولا نحكي حتى في حاجه اخرى اون جينيرال اما كسبيسياليتي في الكراهب قبل كل شيء قبل ما تتعلم قبل ما تعمل حاجه لازمك تحب تعمل فيه تحب الكراهب غير ما كي مش بيجيك صعيبه خاطر احنا ممكن نشوفوها من برسبكتيف اخر مثلا برا نحسوها حاجه سهله اما ولا بالرسمي معناتها فيها خدمه فيها تعب فيها ريسيرش معناتها فيها برشا حاجات معناتها فيها لي زانسبي كان انت ماكش مغروم معناتها بالسبور اوتوموبيل ولا بالكراهب اون جينيرال راك ما تنجمش تخرج حاجه باش تتعب غير السبور اوتوموبيل كبير برشا في مدريفت للاف ان اللي تحبوا انت معناتها برشا حاجات معناتها كان انت ماكش على اون وتحب السبور هذا راك ماكش تقدم برشا في الاكتيفيتي تاع التصوير الكراهب كيفاش نجموا نسوقوا لبلادنا اترافير الكراهب نسوقوا لبلادنا اترافير الكراهب هذا بروجي خدمت عليه غسامو ما عرفناش كان نجم نسمي البروجي ولا ما خذي صدي مش نورمال مع اعطيني لي ديتاي معناتها شنو الحاجات اللي تخمم فيهم باش تعمل بروجي كيما هكا عندك تونس بلاد فيها ثروات كبيرة برشا فيها مناظر طبيعية كبيرة برشا شمالا وشرقا وغربا وجنوبا معناتها في كل بلاصة نجم كيفاش النجم اليوم معناتها كبلاد كتونس انه النجم نسوق الصورة نتاعنا جميلة وقت احنا نتفرجوا في السبوت البرا ولا في ليزافيش نلقاو معناتها كيفاش انهم اترافير الاوتوموبيل اللي هي تولت معناتها توندونس كبيره برشا معناتها في السنين الاخرانيه من الفورميلا 1 للراليات اللي تحب عليه معناتها متابعين كبيره برشا معناتها اللي فان والعباد يتبع حاجه انورم في تونس والناس مغرومه زاده بالكراهب برشا غرام برشا تبارك الله معناتها فرحان على الاخر اللي فما عباد هكا تحب السبور اوتوموبيل في تونس نرجع لك للحاجات اللي عشتهم غسام جا في سبوت مع صدر اسكندر نو صدر اسكندر عملنا سبوت مع ماغ في تونس ضرب على الاخر نجا خذينا بيو اوورد في ليشيل انترناسيونال وبروموتينا في تونس كل بريسك معناها من شمال للجنوب وخرجت في حاجه شنو لي بوان اللي معناتها ركزتوا عليه كيفاش عملتوا الريسيرش نتاعكم مثلا؟ الريسيرش نتاعنا سيتي بالرسمي حابين نشوفوا الكوان من كل بقعه في تونس من سيدي بوسعيد للصحراء وانت ماشي مثلا من البحر للغابه حابين نتوشي كل شيء معناها هذيك الحاجه الباهيه اللي تبارك الله تونس ريش بالبيزاج وال مثلا الكادر اللي تنجم تحط فيه الكهرباء كوم يلفو وحتى دماغ اخرين مثلا حطيناه في الكادر تاع الصحراء ونديري مثلا مصورين في مش في تونس في دبي ولا على شي بقعه اخرى كيما يتصور برا معناها هذا هو البريزون اللي تونس
كوجهة سياحية معناتها للتصوير حاجة طايرة على الآخر معناتها حاجة اكسبسيونال خاطر عندنا كل شيء معناتها جوست نحكيو على ساعتين معناتها تراجيرا من شمال لوسط تونس ومن وسط تونس للجنوب معناتها نحكيو على ساعتين تراجير اللي تنجم تعيش فيه معناتها في أربع أيام أنا معناتها صورت تونس الكل بريسك من شمال للجنوب تخرج برودوي كبير برشا هذا 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 المهم في الراليات طبعا مثلا نحكيو مثلا في الراليات شنو الحاجات اللي ركزوا عليهم باش انه نسوقوا لصورة بلادنا في الراليات بلوز امبورطون سي السيركوي انا بيرسونيلمون معناتها تعاملت مع دو تروا رالي قبل حاجه مانيفيك الحقيقه انا تونسي اول مره ندخل في قاعه كيما هذوك معناها مش نورمال الحقيقه معناها السيركوي اللي ما يعملها المنظم للرالي هي باش تكون الحاجه المهمه برشا حتى للتصوير حتى لي بلان ناخذوهم ديما مربوطين بالسيركوي هذاك علاش اللي بالرسمي ساعات احنا كعبد عادي ما نمشيش نتعدى من السيركوي هذيك خاطر ديدي للي موتو ولا العبيد اللي عندهم تشد الوقت التصوير نتاع الراليات باش تخرج منها برودوي فيني معناتها يكون جميل ويكون حاجه باهيه هو ريت حاجه معناتها كان فاتتك ما عادش تتعاود سورتو كان يبدا رالي دو باساج معناتها مش ما فيش معناتها سيركوي تبقى تتعاود هذيك حاجة فاتتك ما عادش تنجم تصورها هذيك هي الحاجة الخايبة أنت لازمك ديما تبقى تجري وألا أون برشا في مع 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 الأولاد معناتها تبع فيهم معناتها لازم لهنا تعمل معناتها زوج حاجات تصورهم الرالي والكهرباء أي برشا حاجة سيركوي والكهرباء أي سيركوي والكهرباء غير ما تعرف أصعب مش حكيت اصعب خاطر لهنا يولي ديسباتشينغ دي تاج مع ايكيب خاطر ريد فما دي بلان فيكس اللي تسحق فيهم ايكيب معاك هذا الديكادرور كل شيء ياخذوا لك لي بلون اللي انت تبدا اليز ما عرفت والديريكسيون نتاع الفيديو والديريكسيون نتاع الدورمون دي سين عندك انت باش نجم ديريجي معاهم كل بعد في البوست برود في المونتاج وكل شيء ما عادش نحكيو على خدمه واحد وحده اي راليس ايفينمون معناتها مش 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 سبوت خاطر سي فليكسيبل سي حاجه انت ما عجبتكش السين تعاود تصور تعاود تجي نهار اخر وسي هكاك معناتها ما رالي كيما قلت لك فاتتك حاجه ماش تعاود ديريكت تعاود معناتها تتعدى ليكيب لازم الكل تفهم بعضها اي فما سنكرونيزاسيون انا بيرسونيلمون حتى نختار ليكيب اللي معايا معناتها مش سهله مش يعاود معناتها فما خدمه برشا خدمه عليها الحكايه هذه باش تفهموا بعضكم باش تكون الخدمه وغيره البر خلينا نحكيو شويه على البر لي توندونس جدد البر معناتها وين وصلوا مثلا قاعد تتابع في اللي صاير برا بالطبيعه اللي احنا تعرف الحمد لله كما قلت لك تو معناتها البراند مانجر ولا الديريكتور ماركتينغ عطيونا استاذ وعطيونا كيفاش نفسر لك معناتها عطيونا الافونتاج خلاتنا تران فيرج مازي اعمل كيما البرا وعطينا نفس البرودوي معناتها البرا خاطر ريت ديجيتال سرحوا برشا معناتها ولاو عندهم دي كرياتور دو كونتوني صناع محتوى سبيسياليزي معاهم معناتها يخدموا معاهم 100% عرفت عبد فيدياس تقول اجا انت ماكر باش ناخذك معايا وتبدا تصور لي انا جوست برودوي نتاعي على ديجيتال هكا هو هذا قبل نشوف هذيك خدمته هذيك خدمته اللي هي راه برسمي خدمه معناتها كي ممكن ساعات السالير نتاعهم خير من الطبيب وخير من برشا عبيد معناتها تالمون ولات امبورتونت في الفونت ولا في البرزونتاسيون تاع البرودوي نتاعو عرفت خاطر قبل كان فما ديما سبوت تيلي ولا سبوت هذاك اوفيسيال يخرج مره ولا مرتين ماكس في العام وعشا مع كونتينيتي توا ولا معناتها ديجيتال فماش نهار تتعدى ما تهبطش بوست على انستغرام فيسبوك معناتها ولات حاجه كوتيديان معناتها صناعه محتوى هذيك صناعه الحمد لله تو في تونس سبيسياليتي خلينا نقسموها لي سبيسياليتي معناتها باش تخرج معناتها سبوت باهي شكون لازم يكون فيه موجود في ليكيب في ليكيب هي تو ديبون من سبوت اسكو حاجه رسمي ديجيتال ولا سبوت تيلي قلت لك اللي بقدر ترد ديجيتال ديجيتال سي فليكسيبل اكثر اللي ديما مربوط بال ديريكتور دو برود اللي هو شاد معناتها شاف بروجي شاف شاد البروجي اون جينيرال من لي فيغورون كان فما دي فيغورون من معناتها من حكايه شو اسمه ديسباتشينغ ديتاج ما بيناتهم هما ولا الدايركتور معناتها تاع الفيديو وعنا لي ريباراج معناتها ما لو نشوف نمشي نشوف معناتها لي ريباراج البقايا باش نصوروا فيهم كل شيء دونك اون ديبلاسي ونشوفوا كل شيء شوفوا الكهرباء
بيان سور هذاك ديما اون افون بروميير كان حاجه جديده اللي جات ديكا اللي شفت دي موديل تو موجودين في السوسيال نتاع دي كونسيسيونير وما شافهم حد معناتها في تونس سي كونفيدونسيال عرفت تشوف الموديل تاخو شنو معناتها لي كوان باش تركز عليها باش انت كي تمشي تعمل ريباراج في بقعه معينه تقول تيار الكهرباء باش تعدى هكا لازم ناخذها من الكوان هذايا باش تظهر اللي حاجتي بيه عرفت دوك عندك فيزيون كبيره هكا علاش معناتها في ليكيب لازمك ديما معاك ديريكتور البرود هو اللي ليه كل شيء وتحته معناتها لي زاسيستون وتحته الفوتوغراف والفيديوز خاطر فليكسيبل ديجيتال مش كيما تيلي دونك عندنا اكثر فليكسيبيليتي اللي عادي معناتها عبد واحد ولا زوز يخدموا خدمه نتاع 10 عباد اخرين هذه الحاجه الباهيه واللي مارك البرا عندهم ليكيب نتاعهم نتصور بيان سور معناتها هو لي مارك الكبار معناتها نحكيو مثلا مارك الكبار نتاع الكراب وديجا تلقى عنده ليكيب تاع ديجيتال نتاعو اللي يتابع كل يوم ويخدموا معناتها بالطبيعه هذه كيما قلت لك جماعه معناتها ما يفلكوش في الحكايه هذه اللي ولاو يخصوا ديك جور دو كونتوني شيب دو سبيسيال فما اسامي كبار اسامي كبار في التصوير نتاع الاوتوموبيل في العالم وي كيما انا معناتها كيما نقولوا احنا في تونس نجم نسميو اسامي معناتها موجودين كيما البرا خاطر البرا اون فيت نيش اكبر برشا معناتها ريت كيما نقولوا عندنا 10000 احنا متابع في تونس عندهم هما في قابه معناتها 100000 200000 مينيموم عرفت دونك عنده فيزيبيليتي قويه حتى الكونتوني يعني فيه يهبط بوست من هنا ولا فيديو فما 100000 يشوفوها معناتها حتى المارك هو افونتاج على الاخر عندهم هما عرفت معناتها مش كان خدمه برودوي فيني باش يعطيك فيديو فما فيزيبيليتي ورا الشيء هذا اللي هو يستحق المارك معناتها غيرمون للفونت ولا حتى بريزونطاسيون فما ديسبونسور وفما زاد بالطبيعه وفما لي ماجازين معناتها اللي يخرجوا في الصفحه الاولانيه فما زاد بالطبيعه هذا كل معناتها مربوط ببعض هو سي في كونديكتور معناتها تبع بعض شيء هذا وكما قلت لك حاجه تفرحني على الاخر اللي في تونس الحمد لله معناتها لي ديريكتور ماركتينغ واللي براند مانجر اللي ولاو معناتها محلولين برشا على حكايه هذوما ولاو يركزوا برشا على الديجيتال بيرسونيلمون معناتها تعاملت مع عبيد حبهم برشا خاطر امنوا بيا مش ساهله راك باش تعطي عبد على جد 20 طون ولا 19 طون باش يعطيك ريسبونسابيليتي باش تخرج فيديو سبوت المارك مش حاجه سهله معناتها الحمد لله جي او الثقه نتاعهم فيا والحمد لله معناتها باهي التصوير برا معناتها برا تونس تخمم فيه ولي فراس في نحكي لهنا على انه انت قلت على لي مارك اللي قاعدين يخدموا معناتها واللي قاعدين معناتها ديما فما 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 جديد في المخشي نتاعهم نعرفوا المبيعات تاع الكراب ديجا مبيعات كبيره برشا واليوم حتى الكراب زاد ولينا نحكيوا على الكهرباء الكتريك ولينا نحكيوا على الهيدروجين ولينا نحكيوا ديما على حاجات جدد معناتها هما ريت باللي باش نتقدموا في تونس ديما متاخرين بارابور برا لا غالب هذيك بلادنا ما تنساش هما عندهم البرودكسيون بالطبيعه هذيك قلت علاش قلت لك هذيك بلادنا معناتها ديما نبقوا احنا معناتها نستناو معناتها منهم هما هذايا اش خليني ديما نخمم علاش ما نبداش معناتها في بلاد اخرى من الحاجات اللي نحبهم انا واللي جاوني دي زوكازيون اللي نخرج ونبدا من جديد وكل شيء ما حبيت تونس الحقيقه خاطر تونس فيها تو فيها خدمه به معناتها معناتها خاطر ترى فيرج كما قلت لك معناتها غير ما تنجم تخدم فيه وتقدم وتوصل تحب عليه لبرا من الكبير تصوير الكراب تاع الفورمولا كيفاش تراه؟ هذه امنيتي نهار تصير ان شاء الله بقدر ربي امنيتي على الاخر خاطر مغروم برشا بالافا ونتابع غيالما وكي تبدا تعمل في حاجه تحبها في معناتها في موضوع انت تحبه حاجه مش نورمال معناتها شكون ما يتمناهاش التصوير بتاعه بالرسمي حاجه نتمناها وهي الكراب معناتها بتاع فورمولا 1 وانت تعرف معناتها مختلفه على الكراب العاديين دونك لهنا باش يكون فيهم معناتها فيزيون اخرى هذايا بالرسمي الريتم تاعها اقوى برشا من الحاجات اللي صورته ممكن خاطر سكوندا في المونش ولا السيركويت تبدل كل شيء معناتها البيت ستوب راهو بالرسمي ديتاي تاع ديتاي معناتها لازم تركز فيه كل شيء اللي 3 سكوندات ماكس معناتها ماكس معناتها برشا يا اخي دوكو معناتها عمر روتار ديجا بالسيركويت تبدا في كل مره في بلاد وكل شيء معناتها عندك شون فيزويل حاجه تفتق معناتها ان شاء الله ان شاء الله تعرف ايش الدنيا على غالب ان شاء الله نتمنى كل التوفيق باهي خليني نختم معك لهنا اليوم البرودكسيون الكبيره هذه نتاع الديجيتال والتسويق تكلف فلوس
ديجيتال الحقيقه فما دي شارج ابروندر معناتها من الاول، من الماتريال تاع التصوير للديبلاسمون هذيك كل هذاك هو دي شارج معناتها الكليون معناتها يبغي باش يخلصها من الاول، وعنده فرفي معناتها اللي باش يخلص مع الكادرور ولا كريتور دو كونتوني باش يصور معاه اللي هو بارابور اللي هو بزنس كامل اللي هو بزنس اكزاكتومون. اما سي اون كومبار افيك برودكسيون ديجيتال برودكسيون معناتها تيلي ولا الحاجات الكبار سي لان ديزيام معناتها مش حاجه كبيره برشا معناتها بارابور هذاك. دونك الكليون ينفستي مره في الشهر مره في الشهر معناتها مره في الشهرين معناتها عنده المارج اكثر من مره في العام ولا في رمضان ولا سبوت معناتها يتعدى عرفت على كهرباء. هذا هو الحاجه الباهي اللي لي كونسيسيونير واللي ديريكتور معناتها ماركتينغ معناتها حاضرين باش ينفستي في حكايه هذوما معناتها هذيك الحاجه الباهي. هاك علاش الصوره تاو مهمه بالطبيعه، هذيك صورة مهمة للتسويق معناتها لي موديل نتاع الكرهب الجدد، وتعرف كيفاش تعرف وين تصور وكيفاش تصور به. ميساج أخير في رأس للمبتدئين معناتها شنو تقول لهم؟ والله ميساج باش يكون للعباد الكل مش كان مبتدئين، ميساج اللي أعمل بالرسمي حاجة اللي تحبها بتنجم تقدم وما تتعب حتى نهار في حياتك، خاطر نهار باش تعمل حاجة تحبها ماكش باش تحس بحتى تعب ولا حتى وقت، ماكش مش 8 ل 6 تاع الليل، معناتها سي تخدم اج 24 7 سور 7 وتبدا عندك سوفل وانرجي اقوى برشا من عابد يخدم في حاجة ما يحبهاش. خبير يعطيك الصحة في راس. ميرسي صافي ميرسي بوكو في راس الرحالي دونك مختص في التصوير السيارات، يعطيك الصحة لحضورك معنا، شكرا لكم على الاستماع. هكا وصلنا لنهاية برنامجنا بالنسبة لليوم، كيف العادة تلقاو الفيديو نتاعنا موجودة على الشين يوتيوب نتاعنا قبل الأربعاء الجاي في لمن الناس كلها.